بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل انطلق شوطنا الثالث عشر من مجموعة اشواطنا الصباحية، ولازلنا مع اشواط الانتاج والمنتجين في تحديات ولا اروع من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نصف لكم منافسات كبيرة مع سن الحقائق والشعارات يا ابناء القبائل. انطلق هذا الشوط الخاص بالبكار ومسافتنا هي 3 كيلومترات. نتابع هذه الاعداد المنطلقة هنا مع اشواط الانتاج والمنتجين، تحديات كبيرة اثارة حاضرة مع هذه الشعارات. نبدأ مع المركز الاول ونتابع الصدارة. مقدمة الشوط والمركز الاول هذه الفائزة حمد بن راشد بن شابل الزبدان المري، من يقدم لنا الفائزة على المركز الاول، بينما النقلة الى ثاني المراكز لنتابع على المركز الثاني. شعار بالربيعة على ما يبدو على المركز الثاني من خلال هذا الاداء الجميل والتحدي الرائع والمميز من الجانب اليمين. نشاهد التقدم مشاهدين الاعزاء من هيبة جبر بن جاسم الربيعة بن عيسى الكواري، من يقدم هيبة، لكن شاهد التقدم في هذه اللحظات من شعار الشهواني الذي وصل مع الذيب محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني. بدأ يقدم الذيبة ومن عمق الميدان ارصد الوصول والتقدم من مزاح لفهد بن محمد بن سالم بن دخيل الله القادمة، وغيرت إلى ثاني المراكز والمركز الخامس. نتابع الأسماء القادمة. شاهد هذه التحديات الكبيرة مع هذه الشعارات، وصول وتقدم ممتاز من وزن حمد بن زيد بن انديله المري قادمة في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصل الجميع، تحدي مميز مع سن الحقائق هنا على ميدان الشحانية. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة، لا زالت الفائزة على مقدمة الشوط بأداء مميز حتى هذه اللحظات بشعار حمد بن راشد بن شابل المري من يقدم الفائزة. ولكن شاهد الوصول، وصلت سيوف من الجانب اليمين محمد بن سالم الغواص المري من يقدم لنا شعاره من خلال وصول سيوف وتقدمها على المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز المركز الثالث وزن حمد بن زيد بن راشد بن انديلة يقدم لنا وزن على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت طواري خليل بن عبد الهادي الشهواني، بدأ يقدم لنا طواري. الله 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 الله، غيرت إلى مقدمة الشوط هذه طواري بشعار الشهواني من انتزعت الصدارة في هذه اللحظات، وإلى المقدمة والصدارة تسير مشاهدين الأعزاء نحو بوابة الكيلو متر الأخير. بينما في المركز الثاني ثاني المراكز الفائزة حمد بن راشد بن شابل المري، والمركز الثالث أيضا الوصول من وزن حمد بن زيد بن راشد بن انديلة. المركز الرابع نتابع التواجد من سيوف محمد بن سالم الغواص المري. المركز الخامس شعار بالربيعة متواجد مع هيبة جبر بن جاسم الربيعة بن عيسى الكواري. ما شاء الله أجواء الكيلو متر الأخير، التحديات الأخيرة من عمر هذا الشوط، ولكن هناك البداية مقدمة المسار مع تحديات طواري حتى هذه اللحظات. خليل بن عبد الهادي الشهواني والمركز الثاني، تحركت سيوف محمد بن سالم الغواص المري، وشعار بن قطامي يصل في هذه اللحظات، يصل راعي وصال ليقدم لنا منصة محمد بن سالم الفيدة المري قادم على المركز الثالث يطمع بنقطة أخرى، بينما الوصول الآخر اللي شاهد من خلال تقدم احتكار حمد بن محمد الشراب واصل في هذه اللحظات شعار الشراب ويطمع بنقطة أخرى في صباح هذا اليوم رباعية ذهبية في الأمتار النهائية. ولكن طواري الشهواني على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. بن قطامي قادم، الله 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 الله، منصة 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 قادمة، والشراب يصل هناك مع تحديات احتكار على المركز الثالث. ثلاثي جميل في اللحظات الأخيرة، ولكن بن قطامي النقطة الثانية. يا سلام، منصة منصة منصة، الله الله على اللحظات الأخيرة، طواري ومنصة في اللحظات القاتلة، ولكن منصة. تهانينا يا بن قطامي على هذا الفوز، وسلام سلام منصة سلام، ثاني النقاط مع بن قطامي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لمحمد
بن سالم الفيد المري الذي قدم منصة في هذا الشوط وفي هذا الصباح كما قدم لنا وصال ما شاء الله وتبارك الرحمن يا بن قطامي. هذا الفوز وهنيئا لك هذا الانتاج الطيب. بينما المركز الثاني من وصلت طواري على ثاني المراكز خليل بن عبد الهادي الشهواني، والمركز الثالث كان من نصيب مشاهدي الاعزاء احتكار لحمد بن محمد الشراب. المركز الرابع رابع المراكز كان من نصيب سيوف لمحمد بن سالم الغواص المري، والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام ومن وصلت هيبة لجبر بن جاسم الربيعة بن عيسى الكواري. ما شاء الله شاهدنا المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن منصة كانت البطلة المتوجة في هذا الشوط. تهانينا لبن قطامي هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 4 دقائق 42 ثانية 75 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم الفهيد المري على فوز منصة بالمركز الأول، بينما طواري من وصلت ثانيا في 4 دقائق 42 ثانية 87 جزء من الثاني. تهانينا لخليل بن عبد الهادي الشهواني على فوز طواري بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان شعار الشراب حاضر مع تحديات احتكار في 4 دقائق 43 ثانية 33 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن محمد الشراب.